لا يمكنكم طردنا، هذا خطأ. هذا مخيمنا، نحن مصدومين. وهل الشجار معنا صحيح؟ لن نتسامح مع العنف هنا. تعبا، إنهم حقا يطردونهم، لم أتوقع هذا. فتيات اذهبوا، وعندما ينتهي المخيم عودوا. لم يكن عليكم الشجار مع السمر وسام. مارتن، كيريل، وداعا. أشعر بالأسف على الشباب، ماذا عنكم؟ نحن أيضا مصدومات. شباب، ماذا سنفعل؟ لا أعلم أين يمكن أن نذهب. لا مكان نذهب إليه. ماذا علينا أن نفعل كي نبقى هنا؟ يريدوننا أن نعتذر منهم أمام الجميع. لن ننحدر إلى هذا المستوى، هم من بدأوا أولا. جرب أن تثبت هذا. معلم مايك، أوقف هذا، إنهم أصدقائي. لا أستطيع، الشجار ممنوع في المخيم. حسنا شباب، لنقل وداعا للسماد ونتابع وقتنا في المخيم. أما أن أحدا يريد أن ينضم لهم؟ لا لا نريد، لن نتشاجر. شباب تذكروا، نحن المستشارات سامر وسان، لا نخاف من أي شيء ولا من أحد، فقط الأشباح. لكن سماد ليس أشباح. ما زلتم هنا؟ فتيات، حان وقت الذهاب، سنستأجر فندقا به مسبح. لحظة، سمعتم؟ لديهم بعض نقاط الضعف، إنهم يخافون من الأشباح. إذن شباب، لدي فكرة، إن كانوا يخافون من الأشباح أعرف كيف أطردهم. كيف؟ نحتاج لشبح. عما تتحدثون هناك؟ ألن تذهبوا؟ يمكنكم أن تعتذروا منا أمام الجميع وستبقون. فتيات بوني، اعتذروا منهم، هذا سهل. أجل، نريدكم أن تعتذروا من فتياتنا أمام الجميع. هنا والآن أو ارحلوا. لو كنت مكانهم لاعتذرت. أنا حزينة بعض الشيء لرؤيتهم يذهبون. فتيات أو اعتذروا، هم سيقررون. إن كانوا قويات سيعتذرون، وإن كانوا ضعيفات سيرحلون. حسنا، أعرف ماذا سنفعل، سنعتذر الآن وسيكون هذا المساء مساء ممتعا. أنت ستكونين شبح؟ لما أنا؟ لديه فكرة من سيكون الشبح. أنا لا، ولا أنا ديانا. أيمكنني، سأعضهم. كيريل، لا تعض أي أحد. حسنا، بما أن ديانا وجدت الفكرة، لما ما زلنا نقف هنا؟ هيا لنعتذر، ثم يمكننا فعل ما نريد فعله الليلة. أجل، هيا لنفعل. أظن أنهم غيروا رأيهم بخصوص الرحيل. ماذا، هل استعدتم عقلكم؟ لديكم دقيقة، إما أن تعتذروا وإما أن ترحلوا. شباب، حسنا، سامر وسان، نعتذر لشجارنا معكم. رغم أنكم أنتم من بدأتم الشجار، لم يكن لدينا الحق في الرد عليكم. أنتم فقط من لديكم الحق في ذلك. لن نتشاجر معكم مجددا، ونعدكم أننا سننصت لكم ونحترمكم. أيمكننا العودة للمخيم؟ حسنا، يمكنكم العودة. إن كنتم ستنصتون لنا، إذن لن نريدكم أن ترتدوا تلك التنانير القصيرة غدا. أحسنتم بوني. بالطبع سامر وسان، لا مزيد من التنانير القصيرة. فتيات من رائعة، أنكم ستبقون. هذا المكان سيء من دونكم. أصدقاء، سأعيد لأنكم ستظلون، كنت قلقا. فتيات، فخورين بكم. نحن أيضا فخورات بأنفسنا، أخيرا قمنا بتوبيخهم. شباب، رأيتم كم هذا غير عادل؟ أجل، لدينا بعض الأشياء لنتحدث عنها، أنتم معنا؟ معكم. حسنا، لنذهب الآن. بوني، حق الرائعات، لقد تخلوا عن عنادهم واعتذروا. كان الأمر صعبا عليهم، لو كنت أنا لما فعلت ذلك. أجل، المستشارات مجنونات. أنا أيضا كنت لأعتذر على الفور. أين كنت سأذهب؟ وأين سأعيش؟ فتيات، لا تثير أعصابي، كيف سنعيش؟ سننصب الخيام ونعيش كالبدائيين. جيجي، أي بدائيين وأية خيام؟ رأيت كيف طردوهم؟ لم تكن لديهم ولا حقيبة واحدة، ولم يسمح لهم حتى بحزم أمتعتهم. فتيات، إنهم صديقاتكم، كيف كنتم صديقاتي؟ صديقات سابقات، لم يعودوا صديقاتنا. رسالة من باني. شباب، سنجتمع قرب الدرج، لدينا خطة، مستعدين للتعاون؟ هل أنتم موافقين؟ هل نوافق؟ حسناً، أنا أجل. سئمت من تلك المستشارات، مستعدات لتكون ضد صديقاتكم؟ ليس صديقاتنا، نحن معكم. وأنا أيضا، لا تتركوني في الخلف. شباب، سنجتمع قرب الدرج، لدينا خطة، مستعدين للتعاون، موافقون؟ أنوافق؟ جابا، لم تسأل من تلك المستشارات؟ بلى. إذن موافقين. شباب، شكرا على قدومكم، أنتم كثر، لم نتوقع كل هذا التعاون.
يطلبني منكم. حسنا، اليوم سنقوم بشيء للمستشارات، شيء سيجعلهم يجمعون أمتعتهم ويهربون من هنا وهم يصرخون. مستعدين لجعلهم يصرخون. فتيات، ماذا سنفعل؟ نحتاج لشبح الليلة. من يفعلها؟ لدينا البتلة، بتلة رائعة، وعلينا أن نختار أحدا بارعا جدا في التخويف. من يمكنه؟ لا يمكننا. ليس عليكم، الشبح علي أن يكون فتى، لكن أنتم ستساعدوننا. ستتظاهرون بالخوف. أجل، يجب أن تمثلوا أنكم خائفين للغاية. المخيم بأكمله يجب أن يكون خائفا، عدا نحن. يمكنني أن أكون الشبح أو أنا، المهم أن أتخلص من المعلم مايك. نحن أيضا. كيرين ومارتل، لا يمكنكم أن تكونوا أشباح، يجب أن تكونوا معنا. جاب باب، عليكم أن تتظاهروا بالخوف. توماس، أيمكننا الاعتماد عليك؟ حسناً، سنكون خائفين جداً. يمكنني، أعطوني البدلة، يمكنني فعلها بشكل أفضل. كفى كيريل، اهدأ. شباب، لا تنسوا أنه إن خافت المستشارات بسهولة فهناك أيضا تيمور وسمايل، سيكون من الصعب إخافتهم. أجل، لذا عليهم أن يخافوا مثل المستشارات، وإلا الخطة ستفشل. سأخيف سمايل وتيمور، أنا غاضب منهم جدا. توماس، نعتمد عليك. فتيات، سنبعث رسالة لمحادثة المجموعة بها التعليمات. يجب أن تخاف وتصرخ أن هناك شبحا في المخيم. هذا ليس صعبا، أتتذكرون؟ نتذكر. جيد، إذا سننتظر حتى يحل الظلام. المخيم من دون مستشارات سيكون رائعا. أجل. المستشارات سيبللون ملابسهم الليلة. سمايل وتيمور أيضا. أجل، سيتم استخدام الكثير من ورق الحمام الليلة. علبة واحدة لن تكفي. حسنا، اقرأوا التعليمات التي في المجموعة ولنلتقي في الظلام. بالتوفيق. إذا أولاد، أنتم فخورين بنا؟ فخورين. إذا نحن نستحق قبلة. تيمور، لا تلعق مرتبي، لم يتبقى لي الكثير. لكن أفعل ذلك من أعماق قلبي. ماذا؟ حسنا، فعلناها. الآن جميع من في المخيم سينصت لنا وسيحترمنا. لقد علمنا بوني كيف يتصرفون جيدا. فتيات، نحبكم كثيرا، أنتن رائعات. كيف استطعنا مواعدة ديانا تلك؟ فو. أجل، صحيح، نحن أفضل من ديانا بمئة مرة. فقط مئة، نحن أفضل بمليون مرة. فتيات، حان الوقت، اسألي هل الجميع جاهز؟ اقتربت المراقبة وبعد ذلك ستتغير الأحداث. شباب، مرحبا، بوني على الهاتف. حسنا، هل الجميع جاهز؟ شباب، مرحبا، بوني على الهاتف. حسنا، هل الجميع جاهز؟ هيا جيبي، ماذا تنتظرين؟ الفراولات على الخط، الجميع جاهز، ننتظر الأمر. أمل أن ينجح كل شيء، أنا قلقة جدا. لا تخافي جيجي، أشبح ليس حقيقي. البرتقالات على الخط، مستعدات للتمثيل. سنستمتع. توماس، توماس، ألو، لما لا تجيب؟ فتيات، توماس في موقعه، انتظروا الأمر. اختبئ، سنخبرك متى ستذهب لغرفة المستشارات. أمل ألا تكون المستشارات هنا غدا. وحياة المخيم الطبيعية ستبدأ من دون تلك الفتيات اللئيمات، وسنقول لهم بئس المصير. شباب، مرحبا، بوني على الهاتف. حسنا، هل الجميع جاهز؟ إذن مستعدون؟ مستعدين. لست خائفا منك أيها النحيل. اصمتوا، يجب أن نجيب. حول، إنهم الأولاد من غرفة الأولاد، أفضل شباب في العالم، ننتظر أمركم. أنا خائف، أتعلمون أن كل هذه الألعاب يمكنها استدعاء شبح حقيقي؟ لا تقل هذا أيها الغزال النحيل. هي، لقد ناداك بالنحيل أنت. وأنا الآن سأناديك بالنحيل. كفى شجارا، دعونا ننتظر. الآن المستشارات سيصرخون، وسمان وتيمور سيرتعبون. هل أحضرتم ورق الحمام؟ لا، لماذا؟ إذن وقت المراقبة. لا أريد، دعينا لا نقوم بهذا الليلة. سان هالجنينتي، علينا أن نتفقد الجميع كل ليلة وإلا سيتمادون. أجل، سامر محقة. سئمت من سامر، عزيزي علي أن أذهب. يمكننا المجيء معكم. لا مشكلة، لا داعي أولاد، سنفعل ذلك نحن. لا تشتاقوا لنا. إذن سمايل، سنحصل على النقاط والجوائز. أجل، الفتيات وقعوا في حبنا حقا. أجل، هذا عميق. سمايل، أشعر بشيء اتجاه سان. هيا يا رجل، اهدأ، سيرحلون نهاية الصيف وستكون حزينا. بالمناسبة، أغلق النافذة، الجو عاصف. لا، ماذا؟ الجو منعش. أحب عندما يحل الظلام في المخيم والجميع يكون نائما. أمل أن تكون بوني نائمات أيضا لنتفقدهم.
باني غير نائمات؟ قلتم اليوم أنكم ستنصتون لنا. صغيرتي لا تستطيع النوم ونحكي لها قصة. شريرتين فعلت أشياء شريرة للجميع، لكن الخير ينتصر على الشر. رأيتم شعرت بالنعاس ونحن سننام أيضا. نريد أن نرى الأنوار مغلقة ونائمات خلال 5 دقائق كما تريدون سامر وسان. أمل أن ينجح كل شيء. والآن الأولاد. 1، 2، 3 لما لستم نائمين؟ نهدئ باب. لقد رأى كابوسا. الآن نقوم بهزه حتى ينام. أنتم غريبين شباب، مختلفين عن أصدقائنا. ناموا. ابتعد عني، أنت سحبتني وأمسكتني. لنطفئ الأنوار وننام حتى لا يعودوا مجددا. مارتن أطفئ النور. معلم مايك، لما لست نائما؟ ذهبت لأملأ مزهرية الليل. من غير المريح الذهاب للحمام في الليل. الليلة سعيدة فتيات. ما مزهرية الليل تلك؟ قدر، حسنا لنتفقد الفراولات. لسنا خائفات من أي شيء ولا حتى من الأشجيجي. هذا هو خوفي. أنتم أين المستلقيات؟ نحن في السرير أساساً ننتظر تهوية الغرفة. رائحة قديمة هنا. أجل، الرائحة ليست جيدة هنا. استخدموا مزيل العرق. لما تغلقين الباب هكذا؟ جيجي اصمتي وإلا سيعودون. لسنا خائفات من أي شيء. ما كان هذا؟ إنه نسيم إهدائي. ماذا إن كانوا أشباح؟ ليسوا أشباح، نحن في المخيم، الكثير من الناس هنا. صحيح، هناك الكثير من الناس. لنتفقد البرتقالات، آمل أن يكونوا نائمات. قادمات. نائمات وأخيرا. إن لم يكونوا نائمات سأضربهم. إذا لما لم تضرب الفراولات؟ لأن رائحة غرفتهم سيئة. هيا انتهت المراقبة. سيبدأ الأمر. سنبدأ بعد 1، 2، 3 سنستمتع. 1، 2، 3 حان وقت إطفاء الأنوار وسأعود لعزيزي. شباب لا تصرخوا، دعوني أمر. امتلأت مزهرية الليل. أي شبح؟ ما هذه المسرحية؟ ماذا إن كان هذا صحيح؟ لا تصدقون، ثريتنا كانت تتحرك. السرير كان يهتز كثيرا، لم أرى شيئا كهذا يوما. ما زال يهتز. رأيتم أيضا؟ أجل، إنه مخيف. ماذا نفعل؟ سامر وسان، نحن خائفات. وأنتم؟ ونحن. إهدى يا سان، إنهم فقط لا يريدون النوم. لما تصرخون؟ ما هذه الضجة؟ صراخكم ملأ المخيم. أولادنا خائفة، شبح في المخيم. أي شبح؟ إنهم فقط لا يريدون النوم. تحاولون إخافتنا صحيح؟ لا، متأكدة أن الشبح سيأتي لغرفتكم الليلة. لن أنام في غرفتي، سأنام هنا. برتقالات، أحضروا المراتب. لن نذهب بمفردنا. شباب، هل تسمعون دقات قلبي؟ إنه الخوف. الجميع خائف. وأنا الآن أتلاثم. حسنا، فليذهب الجميع لغرفته وينام، واضح؟ أين سنذهب؟ ستنامين أيضا. أنت تظهرين مثالا سيئا لهم. فتيات، نأتي معكم؟ لا، الجميع لغرفته. ماذا تفعلون شباب؟ تريدون أن تطردوا من المخيم أيضا؟ ما هذه المسرحية؟ سان، أنت لا تصدقين. أنا خائفة. هيا تعالت. لا أستطيع العمل هنا، سئمت من هؤلاء المراهقين. ماذا إن كان يوجد شبح هنا؟ أي شبح؟ سان، هيا نامي. الشبح هنا سامر وسان. يا له من صوت. أحد خائف الآن. على الأقل هناك شيء يخوف تلك الوقحتين. أنت أردت هذا. كيا، أريني نفسك أيها الوغد. هذا ممتع. حسناً، اخلع هذا لنرى من أنت. إنه توماس. كنت أعلم. ما زلت مستيقظين، هناك شبح. إنه توماس. متأكد أنه توماس؟ أجل، لو كنت أنا لأبليت حسناً. توماس أفسد الأمر. هذا
يعني أن خطتنا باءت بالفشل. شباب يبدو أننا لم ننجح. حسناً دعوا إعجاباً واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. هذا إن لم نطرد من المخيم. إذن وداعاً.